دلوقتي عايزين نشوف ازاي نرسم تاور بطريقة سهلة وسريعة. طيب عشان يبقى فيه تاور يبقى لازم يبقى فيه كذا ليفل، فاجي كده واقول له ان انا عايز اعمل كوبي، وممكن نقول له ان احنا مش عايزين جروب، واقول له ان عددهم مثلا 20، واقول له من اول نقطة لتاني نقطة، فيبدأ يعملهم لي بالشكل دوت. طيب هاجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل ماس، فهروح لماسنج انسايت واقول له امبليس ماس اوكي، وليكن مثلا هرسم ريكتانجل بالشكل دوت. خلي ده 20. طيب عايز اخلي فيه كيرف كده، فممكن اقول له انا عايز اعمل كيرف هوت من هنا لهنا، نخلي 5 متر. وهبدأ أرسم برضو قوس هنا، القوس ده ممكن أدوس تاب وأقول له إن أنا عايز أعمل له ميرور. ممكن أعمل سيلكت لي كده وأقول له إن أنا عايز أعمل ميرور وابدا ارسم لاين. من هنا لهنا برضه ممكن بعد كده تقول له ميرور. ونشيل بقى الخط دوت، طيب الشكل دوت ممكن اعمل عليه سيلكت واقول له ان احنا عايزين ننسخه للادوار اللي فوق، اقول له كوبي واقول له بيست واقول له السيلكت ليفل، انا عايز اختار الليفلات، فانا طبعا اخر دور هختاره واختار رقم 10 بالشكل دوت، والغي ليفل 1 يعني هيبقى في 10 21 اوكي. تعالى بقى نشوف 3D. او بالشكل ده. طيب خلينا نصغر ده شوية واقول له ان انا عايز اعمل له سكيل، وليكن مثلا -7. بعد كده عايزين نبدأ بقى نكون الشكل بتاعنا، فاجي هنا واعمل سيلكت على الثلاث اشكال واقول له كرييت فورم. اول واحد، تاني واحد، ثالث واحد. create form والشكل من فوق مع الشكل دوت، اقول له create form، عملها لي بالشكل دوت.
طيب بعد كده ممكن اروح اعمل عليه فينيش ماس، لو انت عملت سيليكت كده هتلاقي ان هو بيعمل لك ماس فلور، يعني في كل دور يبدأ يعمل لي ماس فلور، كل واحد فيهم هتديني الحساب بتاعتها اللي هي المساحة بتاعت كل فلور. فانا عملت سيليكت من اول واحد قلت له اوكي، فعمل لي ماس فلور فيهم كلهم. ممكن دلوقتي اجي للاركتكتشر واقول له ان انا عايز اعمل وول باي فيس، واروح مختار بقى التاب بحيث ان انا اقدر اعمل عليهم كلهم مرة واحدة. هيظهر معايا بالشكل ده. طيب ممكن اضيف حلية يكون شكلها ظريف من architecture، اقول له component واقول له model in place واختار مثلا wool. اوكي wool، وممكن نقول له sweep. السويب هقول له big boss وليكن مثلا ده وده. تمام، كل اللي انا هعمله ان انا هرسم مثلا سيركل صغيرة، دايرة صغيرة في الجزء دوت، فهو يبدأ ياخدها في المسار ده كله. بالشكل دوت. ممكن بقى الشكل دوت ناخده ونكرره او نعمل له روتيت في بقية الأشكال، أو حتى ممكن نعمله عادي، يعني الموضوع سهل مفهوش أي مشكلة خالص. يعني ممكن ناخد مثلا الشكل دوت أهو، هقول له مثلا إن أنا عايز أعمل ميرور والاتنين دول برضه أخدهم ميرور. الشكل دوت ممكن نعمل لهم روتيت كوبي. فلو ذهبنا للشكل النهائي هيطلع معانا بالشكل دوت. ممكن نغير كل الحوايط لزجاج، هعمل سيلكت على واحدة فيهم واقول له سيلكت انستنس، حدد لي كله. وممكن تيجي تختار اي حوايط زجاج، يعني ممكن حتى تيجي هنا على سبيل المثال وتقول له غير الماتيريال للزجاج، او تختار كيرتن وول. يطلع معنا بالشكل دوت.